بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عودة بعد طول غياب، كل عام وأنتم طيبون وربنا يعود علينا عليكم الأيام بخير. أولا وقبل أي حاجة، ميك شور ذات يو ريمبر ذا فولوينج، وقف الريكورد وتأكد إن أنت متذكر العناوين دي كويس، عشان لو مكنتش فاكرها لازم ترجع تدور على معانيها ضروري، سواء كان في المحاضرة اللي فاتت أو الكتاب أو لو أنت كنت مسجل نوت أو أي حاجة. ثانيا، معظم الايتمز العناوين الشرح بتاعت النهارده هتبقى ماشيه من كتاب دكتور سعيد عرابي، لذاك الفتيات لو واحده كانت بتذاكر من كتابها هتلاقي نفس الكلام اللي انا بقوله بس الترتيب مختلف. انا راعيت ان انا اقرا الكتاب بتاع حضراتكم واشوف لو في اي حاجه محتاجه تانية تتزود زود ده، لكن العناوين من كتاب دكتور سعيد لانه it makes more sense، بس يعني seems منطقيه اكتر، للاسف تنظيما احسن شويه، لكن الكتاب بتاع البنات هو فيه نفس الكلام، ويمكن لو انت متعوده تذاكري منه تلاقي نفسك مستريحه منه اكتر، فانت بس تابعي معانا عادي جدا الشرح مفيش مشاكل، ونفس هو الكلام اللي موجود هنا هو اللي موجود هناك، لكن هتلاقي اختلاف بسيط بس في ترتيب العناوين، حتى العناوين هي لكن هتبقى مترتبه بشكل مختلف شويه. كويس، احنا اتكلمنا قبل العيد ربنا يعوده علينا وعليكم بخير، الكربوهيدرات ديفينيشن وكربوهيدرات فانكشن وكربوهيدرات كلاسيفيكيشن. وقفنا باختصار عند السيمبل كربوهيدرات لما قلنا ان في حاجه اسمها سكريات احاديه وسكريات ثنائيه وسكريات متعدده، اللي هي السكريات التي تحتوي على مور ذان وان شوجر يونت. وان شوجر يونت كنا بنسميها مونو ساكرايد، وقلنا الديفينيشن وقلنا النيمنج وقلنا الكلاسيفيكيشن وخدنا الاستراكشر كان بسيط. النهارده بامر الله هنكمل الاستراكشر كله، وبانتهائنا من الاستراكشر هنعتبر نفسنا خلصنا البروبرتيز، وان كنا هنقولها المره اللي جايه لكن هي اكشولي خلصت جوه الاستراكشر. السيشنز بتاعت النهارده هتبقى عباره عن الاستراكشر بس، فيها تو ايتمز كبار، رينج ستراكشر اوف كربوهيدرات قلنا المره اللي فاتت بتتكون ازاي، هنكمل بقيه الكلام عليها النهارده، وهناخد حاجه اسمها اسيمتريك كربون اتوم اللي هي درجه الكربون الغير متماثله. وبعد كده هيبقى في امتحان او اكسرسايز عباره عن 6 ام سي كيو، 6 مالتيبل تشويس كويشن، 6 اسئله متعدده الاختيار. لو حد حابب انه يختار الاجابات ويكتبها لي في كومنت بالشرح بتاعها كده انا اخترت كذا عشان كذا، انا عندي استعداد ارجعهم، واللي يحل كويس ليه عندي هديه، مش عارف ايه صراحه ما قررتش ايه، بس اللي هيحل كويس ان شاء الله ليه هديه. كويس، خلينا نقول السب هيدنجز اللي تحت العناوين دي. رينج ستراكشر اوف كربوهيدرات اتكونت ازاي، ده تقريبا قلناه المره اللي فاتت، هفكركم بيه النهارده علشان خلاص بقى يعني زماننا نسينا. رينج ستراكشر اوف كربوهيدرات، بعد ما تتكون الرينج هقدر اقسم الشوجرز انتو الفا اند بيتا شوجر، وهقسم الشوجرز برضو انتو بيرانوز اند فيرانوز، هنقول التقسيمه دي والتقسيمه دي، وهتكلم في حاجه في غايه الاهميه اللي هيبني عليها بقيه الشابتر كله، حاجه اسمها هورت اند تشير فورمز. الاسيمتريك كربون اتوم او ذره الكربون الغير متماثله، هنقول التعريف العلمي بتاعها ديفينيشن، واقول لك انه اي ماده تحتوي على اسيمتريك كربون اتوم هيبقى فيها حاجه اسمها اوبتيكال اكتيفيتي اند اوبتيكال ايسومرزم، يعني شبيه ضوئي اوبتيكال ايسومرزم ونشاط ضوئي اوبتيكال اكتيفيتي. خلينا نبدا باول حاجه، رينج ستراكشر اوف كربوهيدرات هاو تو بي فورم، ازاي بتتكون. قلنا المره اللي فاتت ان سمبل اوبن تشين فورمولا اللي هي قدامنا دي فيلز تو اكسبلين سام رياكشنز، فشلت في تفسير بعض التفاعلات اللي بتحصل جوه جسم الانسان. في تفاعل بيحصل، والله لو كان المركب بالشكل ده يبقى المفروض التفاعل ده ما يحصلش، فاكتشفنا ان المركب اللي هو الجلوكوز موجود في جسمنا بشكل مختلف عن الشكل ده. قلت لك المره اللي فاتت ان بيجي مولوكيول اوف ووتر بهذا المنظر، وبعدين مولوكيول اوف ووتر بيجي يجي عند الكربونايل جروب دي اللي هي كربون رقم واحد في الجلوكوز وكربون رقم اثنين في الفركتوز، او خلينا نتكلم بشكل عام كربون رقم واحد في الالدو وهيكسوزس كلهم وكربون رقم اثنين في الكيتوزس كلهم، علشان كربون رقم واحد هي الاكتف هي اللي عليها الدهايد جروب، وكربون رقم اثنين هي الاكتف في حاله الكيتوز لان هي اللي عليها الكيتون جروب. فالمولوكيول اوف ووتر هنا بيجي عند الكربون رقم واحد لو انت بتتكلم في الدوز، ويعمل ايه؟ يكسر البوند بين الاكسجين والكربون، وبيوزع نفسه اكوردنج تو او اتش في ناحيه واتش في ناحيه، اللي هو مركب الوتر اللي دخل. الكربون اتوم دي اللي هي كربون رقم واحد دي اللي هي في الجلوكوز كانت الاكتف جروب الدهايد، وفي الكيتوز هتبقى الاكتف جروب كانت كيتون اللي هي هتبقى سي 2. بقى عندها او اتش ناحيه اليمين واو اتش ناحيه الشمال فيما يعرف باسم الالدينو جروب. كويس، ادي اول معلومه ان الالدينو جروب از فورمد باي ايه؟ باي هايدريشن اوف ذا سي 1 لو انت في الدوز، او هيدريشن اوف سي 2 لو انت في كيتوز. هيدريشن مينز ادينو فوتر. بعدين هيحصل ايه؟ بعدين هشيل الاو اتش من على سي 1، تتفاعل مع الاو اتش اللي موجوده على سي 5 او اللي موجوده على سي 4، وساعتها الالدينو جروب هتختفي، لان الالدينو جروب ما هي الا كربونايل جروب. كربونايل جروب اللي هي الكربون اتومز ديرايفد فروم، اشتقت من
الاكتف جروب. لما يبقى هنا الاكتف جروب بتاعتي الدهايد، يبقى اقول لك ان الكربونيل جروب هي اللي على سي 1. اما لما يبقى الاكتف جروب بتاعتي كيتون، هتقول لي ان الكربونيل جروب على سي 2. اللي بيحصل باختصار ان الاو اتش هنا بتمشي والاو اتش هنا بتمشي، يبقى انا عملت ايه؟ مشيت الالدينول جروب، وبقى عندي في ايدي دلوقتي 2 اكسجين و2 هيدروجين، او اتش او اتش. 2 هيدروجين مع 1 اكسجين يعملوا اوتا، و1 اكسجين هتعمل ايه؟ هتربط سي 1 بسي 5. والمنظر ده بدل ما كان اوبن تشين بقى سايكليك ستراكشر، والمنظر ده بدل ما كان فيه اتش او اتش دخلت راحت خرجت تاني، بس خرجت بعد تكوين الرنج. ففضل المونوساكرايد محتفظ بالجنرال فورمولا بتاعته اللي هي سي 6 اتش 12 او 6، اللي هي سي ان اتش 2 ان او ان. كويس جدا. اللي حصل ده اسمه فورميشن اوف ذا رينج ستراكشر اوف كربوهيدرات. هتفتح الكتاب هتلاقي الكلام النظري اللي موجود قدامك كده. نمبر 1 هيدريشن اوف ذا الدهايد اور كيتون جروب تو فورم ذا الدينو جروب. اي اد ووتر، هيدريشن مينز تو اد ووتر على الالدهايد اللي هي سي 1 او الكيتون اللي هي سي 2 علشان اكون الالدينو جروب. وبعد ما بتكون الالدينو جروب بيحصل رياكشن وسام ذا مولكيول جوه المولكيول جوه الجزيء نفسه، بنسميه انترا مولكيولار رياكشن. انترا يعني انسايد، يعني وذن، يعني داخل المولكيول. يعني لما يبقى في اتنين مولكيولز جنب بعض يحصل التفاعل بينهم هما الاثنين، اسميه انتر مولكيولر، تفاعل بين الجزء ده والجزء ده. لكن لما يحصل التفاعل جوه الجزء نفسه اسميه انترا مولكيولر رياكشن. يبقى في فرق بين انتر وانترا. انترا يعني داخل، انترا مولكيولر رياكشن بتوين اي كربون اتوم اند الدينول جروب. اي كربون اتوم؟ انا بقول لك ان هي كربون رقم 4 يا كربون رقم 5. الخطوه اللي بعد كده كان ايه؟ كان ان الكربونيل اتوم إذا attached to the remaining hydroxyl group after ring formation. بعد ما بكون الرينج، الكربونيل اتوم اللي كانت اصلها التينول جروب اللي كان عليها 2 او اتش بقى فاضل عليها 1 هيدروكسيل جروب واحده. ده رينج ستراكشر اوف كربوهيدرات. الرينج اتكونت ازاي؟ الكلام ده اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. خلينا بقى نقول الفا اند بيتا. شكرا. مش انا بقول لك دلوقتي ان لما يبقى فيه جلوكوز عليه او اتش موجوده على كربون رقم 1، انت هتقول لي دلوقتي علشان انا بقى خلاص موجوده على الكربونيل جروب. صح، برافو عليك. الـ OH اللي موجود على الكربونيل جروب دي وجد ان هي ممكن تكون موجوده ناحيه الرايت وممكن تكون موجوده ناحيه الليفت. وهل في فرق بينهم؟ في فرق بينهم، في فرق وفرق كبير كمان يا راجل. ده انا المره اللي فاتت كنت بقول لك ان الفرق الوحيد بين الجلوكوز والمنوز ان الجلوكوز كانت الـ OH على كربون رقم 3 ناحيه الشمال، لكن المنوز كانت الـ OH على كربون 2 و3. يعني مجرد orientation of the hydroxyl group around the molecule مهمة جدا 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 في تعريفك بالمولكيول. إذا لما الاقي جلوكوز الكربونيل جروب بتاعته اللي هي كربون رقم 1 عليها OH، لو كانت موجودة ناحية الشمال هسميه بيتا شوجر، ولو كانت موجودة ناحية اليمين هسميه ألفا شوجر. يبقى أنا عندي ألفا جلوكوز وبيتا جلوكوز، ألفا فركتوز وبيتا فركتوز، ألفا منوز وبيتا منوز. according to what؟ according to بتبص على الكربونيل جروب. إيه الكربونيل اللي كان أصلها الدينول؟ إيه الدينول اللي كان أصله أكتف جروب؟ اللي هو سي 1 في كل الألدوزس وسي 2 في كل الفركتوز. أدي الألفا والبيتا شوجر. يبقى لما أقول لك الكلمة اللي تلقط في دماغك if the remaining hydroxyl group أدي كربونيل جروب. if it remains on the left side سميه بيتا جلوكوز، and if it remains on the right side سميه OH. طيب انت من شويه قلت لي يا دكتور ان السمبل اوبن تشين فورمولا فيلز تو اكسبلين سام رياكشنز، وكان لزاما علينا ان نوضح ايه اللي حصل علشان بعض التفاعلات الكيميائيه تحصل في جسمنا. فقلت لك ان الجلوكوز موجود في جسمي على شكل رينج، وده كان بدايه الدرس بتاعنا النهارده. طب الجلوكوز موجود في جسمي على شكل رينج، بيتا ولا الفا؟ هقول لك كمان شويه، لكن خلينا متفقين انه بيتا اكتر. كده عرفنا يعني ايه الفا ان بيتا شوجر. تعال نعرف يعني ايه بيرينوز ان فيرينوز. عشان انا كنت من شويه بقول لك ان انا عندي الرينج لما بتتكون بتوين كربونيل جروب اند انذر كربون. ايه الكربونيل جروب؟ اللي هي سي 1 او سي 2. اند انذر كربون قلت لك هتبقى سي 4 هتبقى سي 5. لما تبقى الرينج سي 1 تو 5 رينج، وجد انه في رينج ثانيه بتتكون بين سي 1 اند سي 4. خلي بالك سي 1 ليه؟ علشان انت في الجلوكوز فلازم يبقى اولك سي 1، بالك انت لو كنت في كيتوز كان هيبقى سي 2. كويس خالص. في الطبيعه مركب يتكون من 1 اكسجين اتوم اند 5 كربون اتوم ان ذا سيم رينج، بنسميه بيورين. فكان منطقي ان لما يبقى عندك شوجر في 5 كربون اتوم و1 اكسجين اتوم في 1 رينج، يبقى منسوبا الى هذا المركب العضوي الجميل بيورين.
ولان الشوجر ان لاتن كنا بنحط له suffix اوز فيبقى ده اسميه بيرانوز. ولان هنا اللي هو 4 كربون اتوم وجد ان هو بيريزمبل، الكتاب بيقول لك ريزمبل اي مين اتس يعني يشابه في تكوينه مركب عضوي يحتوي على 4 كربون اتوم اند 1 اكسجين اتوم ان ذا سيم رينج كنا بنسميه فيوران، وبالتالي لما يبقى جلوكوز هسميه فيرانوز. او مش لما يبقى جلوكوز، خلينا نتكلم بشكل عام، لما يبقى شوجر اي شوجر في هذه الرينج التي تكونت بين 4 كربون اتوم اند 1 اكسجين اسميه فيرانوز، لما يعني في 5 كربون اتومز اند 1 اكسجين اسميه بيرانوز. وسي 1 دي اولك عشان انت في الالدوز، اما لو كنت في الكيتوز هتبدا بسي 2. كويس خالص، خلي بالك بقى، انا من شويه كنت بقول لك if the remaining OH on the left side اسميه بيتا and if the remaining OH on the right side اسميه الفا. توجدها مع البيرانوز يعني ايه؟ يعني لازم تبص على هذا الاسبكت، لازم تبص على هذا المنحنى، لازم تبص على هذه الناحيه وانت برضو بتدرس هل هو بيرانوز ولا فيرانوز، علشان اجي اقول لك ان المنظر ده بيتا جلوكو بيرانوز. ليه؟ بيتا علشان the remaining OH at the carbonyl group toward the left side، وليه جلوكو علشان 6 كربون اتوم والاو اتش بتاعت رقم 3 toward the left side، وليه بيرانوز لان الرينج تكونت between سي 1 and سي 5. اذا لما انت تبص على اي مولكيول ما يغركش انه بيرانوز او فيرانوز وتنسى هل هو الفا ولا بيتا شوجر، لازم وانت بتبص عليه تبص على الكربونايل جروب. تاني بكرر، ببص على الكربونايل جروب مش ببص على كربون رقم 1، ببص على الكربونايل جروب اللي هي كان اصلها الدينول، اللي هي كان اصلها اكتف جروب الدهايد، يبقى رقم 1 في الجلوكوز ورقم 2 في كل الكيتوز. عشان كده يسالك بقى الفراكتو بيرانوز رينج ويل بي بتوين اي ان اي، وقف الريكورد وجاوب، هتبقى بتوين سي 2 وسي 5. لا غلط، هتبقى بتوين سي 2 وسي 6. سي 2 لان انت اصلك الكيتون والكيتون كان هيبقى على سي 2، فيبقى اول الرينج على سي 2 اللي هي الكربونايل جروب. وفي نفس الوقت علشان اخليه بيرانوز يبقى لازم تخلي فيه 5 كربون اند 1 اكسجين. 5 كربون لو حبيت تعدها من عند سي 2 هتلاقي البيرانوز بتوين سي 2 و6، والفيرانوز فروكتو فيرانوز هيبقى عند سي 2 تو سي 5 علشان يتضمن 4 كربون اتومز اند 1 اكسجين اتوم. هيبقى هنا في الرينج سي 2 و3 و4 و5 والاكسجين موصل ما بينهم. المركب ده ايه؟ بص عليه كده وجاوب. انا هكمل الاجابه بس انت وقف وجاوب نفسك. 6 كربون اتومز و OH ناحيه الليفت يبقى ده جلوكوز، بالك لو كانت OH ناحيه الليفت على 2 و3 يبقى منوز، 3 و4 يبقى جلاكتوز، فكر نفسك كل شويه. ده جلوكوز. وجلوكوز الفا ولا بيتا؟ بيتا. وبيرانوز ولا فيرانوز؟ بيرانوز. المركب كله على بعضه اسمه بيتا جلوكو بيرانوز. ويبقى في الفا جلوكو بيرانوز، وفي الفا جلوكو فيرانوز زي ما في الفا فركتو فيرانوز وبيتا فركتو فيرانوز. والفا فركتو بيرانوز وبيتا فركتو بيرانوز بقى كل مولكيول بقى 6 اكوردنج تو انه بيتا ولا الفا وبيرانوز ولا فيرانوز. كده عرفنا الالفا والبيتا، عرفنا البيرانوز والفيرانوز. يقول لك الهورث اند تشير فورمز، وده الجزء الاهم. خلينا ناخد نبدا بقى في الكلام اللي بجد. ده بيتا فركتو بيرانوز واحنا اتفقنا على كده، بيتا جلوكو بيرانوز واتفقنا على كده. الطبيعي المنطقي انه مفيش رينج في الكون هتبقى عامله بالمنظر ده. احنا خدنا عضويه السنه اللي فاتت عمرنا ما قابلتنا رينج كده. مفيش حاجه اسمها بوند هتمشي وبعدين تنكسر في خط مستقيم، ما بتحصلش، مش حقيقي. فاللي بيحصل ان الاكسجين دي بتقرب من الكربون بشكل معين بحيث ان البوند ما بينهم تبقى ستريت، وكذلك دي تبقى ستريت. ونظرا للتجاذب بين الكربون اتومز والاكسجين دي هيكون تكوين رينج اللي انا وريتها لكم المره اللي فاتت اللي انت هتشوفها في الطبيعه. خلينا نمشي بالترتيب بقى واحدة واحدة. ادي كربون رقم 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 ودي 5 ودي 6، وبتوين كربون رقم 1 وكربون رقم 5 في اكسجين. تعال نرسم الكربون، ادي كربون 1 ادي كربون 2 ادي كربون 3 4 and 5 and 6. وكان المنظر اللي معايا ان كربون نمبر 1 and كربون نمبر 5 متوصلين باكسجين اهي. حط البونز هتبقى بالمنظر ده، تبقى الرابط وهي اتكونت تعمل المنظر ده، عباره عن ان انا قربت بين الكربون اتومز اكوردنج تو وات وي كول افينيتي، الجاذبيه، افينيتي بتوين اتومز. بس كده خلصت؟ لا، ده انا هبدا اهو. كربون رقم واحد اللي هي دي كان عليها او اتش و اتش، احط الاو اتش فوق ولا تحت؟ ما تحط يعمل او اتش في اي مكان، لا تفرق، تفرق وتفرق قوي كمان.
ان انا من شويه بقول لك ان لو كانت فوق ناحيه اليمين اسميها الفا، ولو كانت ناحيه الشمال اسميها بيتا. عشان كده لما اجي احطها فين؟ قال لك قاعده اي مولكيول توورد، او اي جروب توورد ذا ليفت سايد نكتبه فوق، توورد ذا رايت سايد نكتبه تحت. وانا في سنه اولى ما كنتش عارف اعلمهم الحقيقه، لحد ما كنت وصلت انه الليفت اللي هم بيكتبوا بايديهم الشمال، الكفار هم اللي سموها يعني، فحطوا الشمال فوق واليمين تحت. ربنا يجعلنا من اهل اليمين، بس دي انا كنت ممثله لنفسي كده كويس. او اتش فوق و اتش تحت. ليه او اتش فوق؟ عشان الاو اتش على ناحيه الشمال. طب دي الاو اتش تبقى تحت عشان ناحيه اليمين. طب دي الاو اتش. كويس خالص، جدا جدا جميل. ده عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا كنت بقول لك المنوز والجلاكتوز او اتش على كربون 2 و3 او اتش على كربون 3 و4، ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ قول لي ستوب. اول ما تكون رينج هتبص على الاو اتش فوق ولا تحت. عشان كده اجي في المنوز واقول لك ان الجلوكوز، ان البي اتش، ان الاو اتش على كربون 2 و3 هتبقى فوق اللي هي اصلها ناحيه الشمال، وفي الجلاكتوز هتبقى الاو اتش على 3 و4 ناحيه الشمال. انا مش متذكر 3 و4 و2 و3 ولا، بس انا على حسب ما انا فاكر كانت 2 و3. كويس، بص بقى اللي هيحصل عند اخر كربون اتوم. المفروض اخر كربون اتوم اللي هي دي كان عليها اتش في ناحيه وسي اتش اتش او اتش في ناحيه تانيه. المفروض ان الاتش دي اللي هي ناحيه الشمال تتكتب فوق. اقول لك لو انا كتبت الاتش ناحيه الشمال فوق، هيتفضل ان انا مضطر اكتب السي اتش او اتش جوه المولوكيول، سي اتش 2 او اتش، معلش انا قادر انا كاتب هنا سي اتش بس، لكن هي سي اتش 2 طبعا جوه المولوكيول. فطبعا هيبقى صعب ان انا اكتب السي اتش 2 او اتش جوه الرينج. فاتفق واصطلح على ان هذه الرولز اللي هي كل الشمال يتكتب فوق وكل اليمين يتكتب تحت، these rules will be reversed، هتعكسها. at the last carbon atom، last carbon atom in the ring، اخر رينج خالص، اخر كربون اتوم في الرينج، هتعكس هذه الحاجات. فاللي على الشمال تكتبه تحت واللي على اليمين تكتبه فوق، او خلينا نكون اصح اللي على الشمال بتكتبه تحت، عشان اللي على الشمال هيبقى الاتوم، هيبقى الويتش، هيبقى الحاجه البسيطه، لكن اللي هيبقى بقيه المولكيول كله تبقى حاجه كبيره، فمش هنعرف نكتبها جوه الرينج. تعال ناخد المركب ده. This is glucose ولا فركتوز؟ جلوكوز. ليه جلوكوز؟ عشان بدايه الرينج عند سي 2. فركتوز ولا ايه؟ عشان بدايه الرينج عند سي 2. يبقى الالدينو الجروب كانت هنا، يبقى الاكتف جروب كانت هنا، ولان الجروب متوصله بين سي 1 وسي 6، او لان الرينج فيها 5 كربون اتومز اند 1 اكسجين. هقول لك دي بيرانوز ولا فيرانوز؟ هترد عليا وتقول لي ايه؟ رد عمود يعني، تعود بقى من هنا ورايح. انت ان شاء الله ما تسمع كلام كتير وجديد، حاول على قد ما تقدر ترد ورايا. اقول لك بيرانوز ولا فيرانوز، تقولهم على اساس ان انت لما تيجي تذاكر بعد كده يبقى اولا البرونسيشن سهل عليك، وفي نفس الوقت تقدر تحفظهم بسهوله. انت لو انت اتعودت ان انت تسمع بس من غير ما تتكلم، بعد ما تسمع هتلاقي نفسك تروح نسيت النطق اللي الدكتور نطقه في المحاضره. المنظر ده بيتا فركتو برينوز. فركتو برينوز فهمناها، وبيتا عشان الاو اتش ادي كربونايل جروب واز توورد ذا ليفت سايد، مش بنبص على السي هنا بقى خلاص. ارسم المولكيول هتلاقيه بالمنظر ده. او اتش اهو واو اتش اهو على كربون رقم 2 وكربون رقم 3، هتلاقيهم لفوق لان هم تحت الشمال. طب وكربون رقم 1 اهي سي اتش 2 او اتش، يبقى دي كربون رقم 1، كربون رقم 2 عليها او اتش لفوق، وكربون رقم 3 عليها او اتش لفوق، وكربون رقم 4 ورقم 5 عليهم او اتش تحت، وكربون رقم 6 متصله مع بقيه الرينج اللي اكسجين تحت. رينج ستراكشر اوف كربوهيدرات، هقول الكلام النظري. If the remaining OH is on the right side or on the left side، عشان لو كانت على الرايت سايد اسميه الفا شوجر، اما لو كانت على الليفت سايد اسميه بيتا شوجر. Remaining OH فين؟ Remaining OH بعد ما كنت بتكلم فين؟ بعد ما كنت بتكلم في الالدينو جروب اللي هي كانت اكتف جروب، اللي هي سي 1 في كل الالدوز وسي 2 في كل الكيتوز. بعد كده بنبص على الرينج، هل هي بتحتوي على 4 ولا 5 كربون اتومز؟ عشان لو 4 هسميه فيرانوز، ولو كانت 5 هسميه بيرانوز. وبعد كده لما كنت برسم الهورث فورمولا، يقول لك all OH group in the right side في ال old ring structure will be written downward. طب لو كانت على ال left side هتتكتب upward في ال Hoorth formula. وأن كل هذه القواعد the arrangement rule، قاعدة الترتيب، arrangement ترتيب أو تنظيم، فإن ال arrangement rule طريقة التنظيم بتاعت ال atoms دي will be reversed، هتعكسها. at the last carbon atom in the ring، مش at the last carbon atom in the molecule، خلي بالك من الكلام. اللاست كربون اتوم ان ذا رينج تبقى سي 5 لو انت بتتكلم في بيرانوز، وسي 4 لو انت بتتكلم في فيرانوز، باعتبار ان انت في الدوز. اما لو كنت في كيتوز هتبقى اللاست كربون اتوم في البيرانوز سي 6، واللاست كربون اتوم في الفروكتو فيرانوز هتبقى سي 5. ستوب.
متأكد إن أنت فاهم الكلام ده عن طريق إن أنت ترسمه. لما كنت بقول لك إن الجلوكوز في جسمنا، يقول لك جلوكوز إن ذا سولوشن، في المحلول في جسمنا إحنا. سايكليك ولا أوبن تشين؟ اتفقنا كله إنه سايكليك. ليه؟ لأنه ذا سيمبل أوبن تشين فورمولا فشلت في تفسير بعض التفاعلات. فبالتالي كله سايكليك. وبعد كده رحت قلت لي كله بيرانوز ولا فيرانوز، مكتوبة كده بالنص 99%، 99% بيرانوز and 1% as فيرانوز. والبيرانوز ده بيتا جلوكو بيرانوز ولا الفا جلوكو بيرانوز؟ يقول لك تقريبا 60% بيتا و40% الفا. يعني كله سايكليك، 99% منه بيرانوز، بيتا بنسبة 60% او بنسبة ايفن 63%، مش 60 بس كمان، والالفا هتبقى بنسبة 36%. كده فهمنا الرينج ستراكشر بتتكون ازاي، عرفنا الالفا والبيتا شوجر اكوردنج ريمينينج او اتش ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال، البيرانوز والفيرانوز نمبر اوف كاربون اتومز ان ذا رينج 5 ولا 4، هوورث اند تشير فورمز. التشير فورمز دي تشير فورم مش موجوده في الهيومن، اللي موجوده معايا هي الهوورث اللي انا كنت بشرحها من شويه، اللي هي عباره عن ان الرينج بتتكون بالمنظر ده، وبيبقى كله كل اللي على الشمال يتكتب فوق وكل اللي على اليمين يتكتب تحت. في حته في جزئيه في كتاب البنات اسمها الفيشر، برده مش موجوده في الكتاب، يعني مش مطلوبه منكم، او مش مطلوبه على الاقل من طلبه طب بشري، مش بتتسال فيها، وانت بس تبقى فاهم الهورث واللي هي الاهم. وعلى كل ان هتقرا التشير فورمز هتلاقيه كاتبها لك في الكتاب على شكل صوره، يقول لك ان التشير فورم بتبقى بالمنظر ده، لكنها مش موجوده في الهيومن وخلاص على كده. وكذلك في الفيشر برضه. اسيمتريك كربون اتوم، ذره الكربون الغير متماثله. ديفينيشن، يعني ايه اسيمتريك كربون اتوم؟ بص، ده ايه ده؟ ده جلوكوز، ده لا ده فركتوز، وده ده جلوكوز. علشان ده بداية الرنج عند سي واحد، ده بداية الرنج عند سي اتنين. كويس، بص بقى انا عايزك تركز على الكربون اللي نورت دي. بص، الكربون اللي نورت دي اللي هي اول كربون في الرنج، سواء كانت هنا او هنا. اما تبص على الكربون اللي فوقها اللي هي اتاتش تو اتش و اتش وO H وبقية المركب تحتي، لكن دي هتلاقيها attached to oxygen و attached to O H وفوقيها CH2OH وتحتيها بقية الرنج. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان كربون رقم واحد دي attached to 2 هيدروجين، لكن كربون رقم 2 attached to 4 bonds in which there is no bond similar to another. مفيش بوند فيهم تشبه التانية. البوند دي اخرها او اتش، والبوند دي اخرها سي اتش 2 او اتش، والبوند دي اخرها اكسجين، والبوند دي اخرها بقيه المولكيول بقيتها سي اتش او اتش. وبالتالي ذره الكربون دي لو انت وقفت فيها مش هتلاقي اي تماثل بين البوندز اللي انت واقف حواليها، كل بوند فيهم في ناحيه. لكن دي هتلاقي 2 اتش شبه بعض، دي هتلاقي 2 اتش شبه بعض، انما دي لا ودي لا وكذلك دي لا، لان دي بص دي فوقيها سي اتش او اتش اهي، وجنبيها الناحيه دي اتش، وجنبيها الناحيه دي او اتش، وتحتيها بقيه المولكيول. انا ببص على الجروب كلها. كذلك دي لا ودي لا، دي غير متماثله، اتش او اتش في ناحيه وبقيه المولكيول. بص، النص المركب اللي فوق غير نص المركب اللي تحت، الجروب اللي ماسك فيها فوق غير الجروب اللي ماسك فيها تحت، وكذلك دي وكذلك دي. لكن دي لا، دي فيها 2 اتش، وكذلك دي فيها 2 اتش. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان المولوكيول، ان الكربون، ان الجلوكوز، ان المركب اللي انت بتبص فيه هتبص على الكربون اتوم علشان تشوف الكربون اتوم دي اتاتش تو 4 ديفرنت جروبز اور اتومز، لدرجه انه مفيش بوند شبه الثانيه، مفيش بوند متماثله مع اللي حواليها. اسميها ذره الكربون الغير متماثله، اسيمتريك كربون اتوم. ديفاين ديفينيشن ما تنساهوش في حياتك، تدي كربون اتوم انها ذره الكربون to which four different groups or atoms are attached. خلي بالك من الكلام، انا مش بقول four different atoms، لان لو بقول four different atoms دي هيبقى الاتوم اللي فوقيها كربون والاتوم اللي تحتها كربون، لا انا بقول different groups or atoms. وبالتالي انا عملت ايه؟ انا رحت اعتبرت ان دي جروب ودي جروب، فبقت دي ذره كربون اسيمتريك ودي ذره كربون اسيمتريك ودي ذره كربون اسيمتريك. امال الايه هي سيمتريك كربون اتوم؟ الله، سيمتريك اصل اسيمتريك اللي هي الغير متماثله، لكن سيمتريك without the suffix a من غير الاي في الاول يبقى اسمها سيمتريك كربون اتوم، اللي هي ذره الكربون الغير متماثله. اللي انا اقدر اقول عليها اللي هي كربون رقم واحد هنا
ان بلاست كربون هنا، دي سيمتريك ودي سيمتريك، لكن الباقي كله اسيمتريك. وكذلك دي اسيمتريك ودي اسيمتريك ودي اسيمتريك ودي اسيمتريك ودي اسيمتريك، لكن اخر واحده سيمتريك كربون اتوم. سيمتريك كربون اتوم، اسيمتريك كربون اتوم تو ذا كربون اتوم تو ويتش فور ديفرنت جروبس اور اتومز، وتقول لي جروبس قبل اتومز. ار اتش اي جزيء يحتوي على اسيمتريك كربون اتوم اي ويل شو اوبتيكال اكتيفيتي ان اوبتيكال ايزومرزم، نشاط ضوئي اوبتيكال اكتيفيتي ان شبيه ضوئي. يعني ايه اوبتيكال اكتيفيتي؟ نشاط ضوئي بنجيب ضوء طبيعي، ادي ضوء. الله دكتور انت تقصد ايه؟ تقصد ضوء الليزر؟ الضوء اللي احنا كنا بنتكلم فيه زمان في الثانويه وكنت بقول لك انه اشعه بتطلع متوازيه، هو مش ليزر قوي لكن صح، برافو عليك، ملحوظه كويسه خالص. ان الاوردينري لايت الضوء الطبيعي، الضوء اللي طالع من الضوء العادي، الضوء اللي طالع من اللمبه دي بينحرف في جميع الاتجاهات. انا مش عايز الضوء ده، انا عايز ضوء بيمشي في اتجاه واحد بس، اسميه بلين بولارايز لايت، اسمه كده الضوء المستقطب اللي على مستوى واحد، بلين بولارايز لايت. هتعمل ايه يا دكتور؟ هجيب ماده فيها اسيمتريك كربون اتوم وادوبها في محلول واعمل محلول منها، solution of a substance containing asymmetric carbon atom، محلول من ماده بتحتوي على asymmetric carbon atom، واحطه في تيوب بالمنظر ده واخلي الضوء يعدي جوه التيوب، وبعدين ابص عليه وهو خارج هلاقي ان الماده دي نظرا لاحتوائها على asymmetric carbon atom بقى ليها تاثير على الضوء ده. خلي بالك مش اي ضوء، البلين بولارايز لايت، يؤدي هذا الى انحراف الضوء ناحيه اليمين او ناحيه اليسار، كلوك وايز في اتجاه عقارب الساعة او انتي كلوك وايز عكس عقارب الساعة. لو كلوك وايز في اتجاه عقارب الساعة بنسميه رايت، ولو عكس عقارب الساعة بنسميه ليفت. والرايت باللاتيني يعني ديكسترو، فهسميه ديكسترو روتاتوري، المادة اللي تدور الضوء ناحية اليمين هسميها ديكسترو روتاتوري، والمادة اللي هتدور الشوق ناحية الشمال ليفو روتاتوري. قولها ورايا بقى، انت ما قلتهاش ورايا دلوقتي مش هتلقطها، وممكن نرمز لها بالرمز دي سمول، خلي بالك دي سمول مش دي كابيتال، لان تفرق تفرق جدا او بوزيتيف. واللي كانت دورها بناحيه الليفت لو خرج الضوء ناحيه الليفت هتبقى اسمها ليفو روتاتوري، ليفو مش ليفت، وهرمز لها بالرمز ال سمول. ما هي ليفت اه، بس ليفو يعني ليفت بالشمال باللاتيني عضل، او ال سمول او نيجاتيف. اشهر ماده بتدور الضوء ناحيه اليمين هي الجلوكوز، لدرجه ان هما بيسموه ديكستروز. الله هو الجلوكوز فيه اسيمتريك كربون اتوم، اه احنا لسه متكلمين فيها من شويه. واشهر ماده بتدور الضوء ناحيه الشمال اسمه الفركتوز، لدرجه ان هما بيدلعوه بيقولوا عليه لوفليوز. اذا انا عندي مقارنه مهمه دلوقتي بين الجلوكوز والفركتوز من اول ما بدانا شرح السؤال ده بالنسبه للبنات. هتلاقي ان الجلوكوز فيه الدوز، انما الفركتوز كان ايه؟ كان كيتوز. الجلوكوز فيه 6 كربون اتوم، الفركتوز فيه 6 كربون اتوم. الجلوكوز كان المين بلاد في الشوجر، الفركتوز كان المين بلاد في السيمينال فلويد في السائل المنوي عشان بيتغذى عليه السبرم الحيوانات المنويه. الجلوكوز بيدور الضوء ناحيه اليمين، الجلوكوز بيدور الضوء ناحيه الشمال، جدول كويس خالص موجود في الكتاب عند حضراتكم، اظنه شيت، انا ما اعرفش الصراحه هيبقى شيت ولا مش شيت، بس اظنه هتبقى حاجه مهمه، هيبقى ممكن يجي لك في الامتحان ويقول لك كومبير جلوكوز وفركتوز ويسيبك تتكلمي في الجدول ده. الايتيمز كلها احنا اتكلمنا فيها لكن انا ما جمعتهاش، بس هتبقى حاجه بسيطه ان شاء الله. كويس خالص. طب انت بتشرح الموضوع ده ليه؟ يعني ايه بلين بولارايز لايت وانا احط سوليوشن اوف سبستانس تحتوي على اسيمتريك كربون اتوم الاقي الضوء يلف ناحيه اليمين وناحيه الشمال؟ هي غلاسه على الفاضي. ده يفرق معايا في ايه كمعلومه؟ يفرق معاك في ايه؟ اما اقول لك معلومه لذيذه خالص، ان وجد ان لكل مركب فيهم كل مولكيول، كل خلينا نقول كل تايب اوف شوجر له ديجري معينه، له درجه معينه يقدر يلف بها الضوء، لدرجه ان انا لما احط المولكيول هنا اقول لك لو ده جلوكوز الضوء هيلف ناحيه الرايت بمقدار كذا. ايه ده معقوله بمقدار كذا؟ ايوه الزاويه، لو انت رسمت خط مستقيم هنا كده الزاويه اللي هتطلع هنا بتبقى سبيسيفيك للجلوكوز، والزاويه اللي هتطلع هنا كده ناحيه الليفت هتبقى سبيسيفيك للفركتوز، لدرجه ان انا لما الاقي الزاويه دي هقول المادة اللي جوه دي كذا. بدل ما بحط الجلوكوز واقول لي ده هيلف ناحية الضوء ناحية الرايت بمقدار كذا، لا، انا لو انا معايا المادة مش عارفها، خلي بالك من الكلام، معايا المادة مش عارفها حطيتها هنا وشفت الضوء انحرف ناحية اليمين بزاوية مقدارها كذا، اقول المادة اللي جوه دي كذا، وكأني بقول لك
ان كل مركب فيهم له ما يسمى بصمة، له زاوية معينة اقدر اتحكم فيها، اقدر اتعرف عليه من خلالها. اذا وظيفة الاوبتيكال اكتيفيتي كلها انا عايز اقولها لك ليه؟ علشان تو هيلب، بتساعدني ايدنتيفيكيشن، اتعرف على المولكيولز من غير ما اعرفها. خلينا نتكلم الكلام العلمي. انت دلوقتي لو جبت لي هنا محلول وحطيت لي 100 جزيء جلوكوز، مش الضوء هينحرف؟ اه. طب لو حطيت لي 200 جزيء جلوكوز، مش الضوء هينحرف بمقدار اكتر شويه؟ صح، منطقي. لما الضوء هيعدي على 100 جزيء جلوكوز هيعدي على حوالي 400 اسيمتر كربون اتوم، لكن لما هيعدي على 200 جزيء جلوكوز هيعدي على ما يوازي 600 800 اسيمتر كربون اتوم، يعني النمبر اوف اسيمتر كربون اتوم هيزيد، وبالتالي تاثيره على الضوء هيزيد. اذا عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك لازم نوحد الكريتيريا اللي على اساسها، لازم نوحد الخصائص اللي على اساسها. هقول لك الضوء لما ينحرف بمقدار معين يبقى الماده اللي جوه دي كذا. يعني لو انا طولت الانبوبه دي شويه، الضوء هينحرف جوه شويه فيخرج مقدار الانحراف بتاعه اكتر، لان الضوء هيبقى اتعرض لكميات اكتر من الاسيمتر الكربون اتوم جوه جوه الانبوبه، فعلى ما يخرج هيخرج منحرف اكتر. يبقى لازم نثبت تركيز السوليوشن، تركيز الماده دي في السوليوشن، ولازم نثبت طول الانبوبه، بحيث ان انت اتفق على مستوى العالم ان انت عايز تتعرف على ماده ضوئيا، لازم تجيب الماده دي بتركيز 100 جرام بير ديسيليتر سوليوشن اوف ا سبستانس كونتيننج اسيمتريك كربون اتوم وذ كونسنتريشن بتركيز 100 جرام بير ديسيليتر، وتجيب التيوب اللي هتقيس بيها، بنسميها الميجرنج تيوب، الانبوبه اللي هتقيس بيها ميجر يعني قياس، ميجرنج تيوب طولها تبقى 10 سنتيمتر، ده على مستوى العالم. والزاويه اللي هتطلع لك هتبقى سبيسيفيك، هتبقى مخصصه، هتبقى بتاعه الجلوكوز وحده، الجلوكوز هو اللي يقدر يدور الضوء بهذه الزاويه في هذا الاتجاه، لدرجه ان انت لما تشوفها تقول له جوه ده الجلوكوز، ونسمي دي انجل اوف روتيشن. كويس خالص كده، الكلام مفهوم. انت تفتكر لو انتوا فاكرين كان في فيلم زمان بتاع محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني اللي هو اللي كان بتاع كيف، كان يحيى الفخراني لما شك ان الماده الخلطه اللي هو عمالة بيحط عليها مخدرات عمل ايه؟ خدها وقعد يحطها في شويه اجهزه كيميائيه وتعرف على الكومبوننتس، تعرف على الكومباوندز، المركبات اللي موجوده جواها من غير ما يحللها. من ضمن الطرق اللي بتستخدم في التعرف على المواد دي هي بلين بولارايز لايت، ان هو بيوجه للضوء ويشوف المقدار بتاع الاوبتيكال اكتيفيتي. اذا انا لو حابب اقول كلام نظري، هتقول لي يعني ايه نشاط ضوئي؟ اقول لك دي قدره الماده على تحويل الضوء او تدوير الضوء، روتيت، روتيشن، تدوير الضوء، يا يعني اما للشمال او لليمين. اقول الكلام النظري اوبتيكال اكتيفيتي ذا ابيليتي اوف سبستانس تو روتيت بلين بولارايز لايت ايذر تو ذا ليفت اور تو ذا رايت. خلي بالك ايذر او ايذر، الاثنين صح. قدرة المادة the ability of substance to rotate plane polarized light either to the left or to the right، دي النشاط الضوئي. وإن أنا عندي right rotators بنسميهم dextro rotatory أو بنرمز لهم بالرمز دي سمول مش دي كابيتال، لأن تفرق زيادة عن اللزوم، تفرق قوي أو بوزيتيف. لكن ال left rotators كنا بنسميهم levo rotatory أو L سمول أو نيجاتيف، وان الجلوكوز ديكسترو روتيتوري وله سبيسيفيك انجل اوف روتيشن بوزيتيف 52.5 معروف على مستوى العالم، وان الفركتوز ليفو روتيتوري وله انجل سبيسيفيك اوف روتيشن ماينس 91. ايه هي السبيسيفيك انجل اوف روتيشن؟ هو السبيسيفيك روتيشن، هتقول لي ذا انجل اوف روتيشن سبيسيفيك لكل ماده ليها نشاط ضوئي، سبيسيفيك مخصص فور ايتش اوبتيكالي اكتيف سبستانس، كما لو انه بصمه ليها. امتى مطلقا؟ لا، امتى؟ when the concentration of the solution is 100 جرام بير ديسيليتر، لما يكون اللينس اوف ذا ميجرنج تيوب از 10 سنتيمتر، مش اكتر من كده ولا ملي واحد حتى. كويس خالص. دلوقتي الجلوكوز يدور الضوء ناحيه اليمين بمقدار بوزيتيف 52.5، والفركتوز يدور الضوء ناحيه الشمال بمقدار 91.5. مطلقا هتقول لي لا، انا بقيت شاطر دلوقتي، لما يبقى تركيزه 100 جرام بير ديسيليتر ومحطوط في تيوب طولها 10 سنتيمتر هتطلع الزاويه دي. طب خلينا نتخيل مع بعض ان احنا جبنا 50 جزيء جلوكوز و50 جزيء فركتوز وحطيناهم هما الاثنين مع بعض، هيبقى تركيز المحلول اللي معايا ايه؟ 50 زائد 50 100، 100 جرام في الديسي لتر، ورحت حطيتهم في ميجرنج تيوب طولها 10 سنتيمتر، الزاويه اللي هتطلع بتاعه الجلوكوز
ولا هتطلع بتاعة الفركتوز. صح، اللي قال ان هي هتطلع المحصلة موافق جدا، مظبوط جدا، رائع. هتطلع المحصلة بينهم، لو حبيت مش هتطلع ال 38 وحاجة، 38 ونص بقى هتطلع حاجة زي كده. ناشئ من ايه؟ ناشئ ان المادة دي جابته شوية يمين ودي جابته شوية شمال، فطلع بالمحصلة. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو معايا مادة ليها نشاط ضوئي ناحية اليمين بمقدار 50، ومادة تانية ليها نشاط ضوئي ناحية الشمال بمقدار 50، رحت جايب equal number of molecule، عدد متساوي من الجزيئات، equal number of molecules، وحطيتهم هما الاتنين مع بعض بتركيز ايه 100 جرام في الديسيليتر، في ميجرنج تيوب طولها ايه؟ طولها 10 سنتيمتر. It will show no optical activity، لن يظهر معها اي نشاط ضوئي، مع ان المادة دي ليها نشاط ضوئي ودي ليها نشاط ضوئي، بس ليها نشاط ضوئي بوزيتيف 50 ودي ليها نشاط ضوئي نيجاتيف 50، والاثنين لما حطيتهم مع بعض يطلع مادة ليس لها نشاط ضوئي ان سبايت اوف، بالرغم من ان الاثنين فيهم اسيمتريك كربون اتوم. ده تطبيق لاستخداماته بس مش موضوع. بيقول لي وات اف وي ميكس ايكوال نمبر اوف مولكيولز اوف تو اوبتيكلي اكتف سبستانس، وان از ديكسترو روتيتوري اند ذا اذر از ليفو روتيتوري. هيقول لي ذا ميكتشر الخليط thus it shows no optical activity، لن يظهر له اي نشاط ضوئي، واسميه racemic mixture، الخليط المتساوي او المتعادل والذي ليس له اي نشاط ضوئي. بس خلي بالك لك provided that، بفرض انه the angle of rotation is equal in both sides. ما تنساش الشرط ده، معلش الله يكرمك، مهم جدا، علشان لو كان ال angle of rotation is not equal، لو ده 51 وده 50 هيطلع واحد في اتجاه ال dominant، في اتجاه المركب العالي شوي. كده عرفنا يعني ايه symmetric carbon atom، وعرفنا يعني optical activity، optical isomerism، configuration، anomeric and anomers، all those ketose isomer، epimeric and epimers. ايه الكلام ده بقى؟ والله انا يعني قلت اعمل لكم بريك. هو صادف وانا بحضر الباوربوينت قابلني مشهد من مسلسل اسمه ملوك الطوائف. المسلسل ده الحقيقه رائع جدا، انا بحبه جدا، فجيه في بالي صراحه بتاع الموضوع ده. ده مسجد قرطبه، بناه طبعا عبد الرحمن، بناه عبد الرحمن الاول اللي هو عبد الرحمن الداخل مؤسس الدوله الامويه في الاندلس. مسجد ده مسجد من جوه تحفه فنيه طبعا، العواميد ديت والبتاع من الرخام، موجود في اسبانيا، هو لسه موجود لحد دلوقتي. اللي سافر فيكو اسبانيا يبقى يفتكرني بقى ويشوف، يبقى يتصور معاه ويبعت لي الصوره. بس جميل، حلو، حلو. دي صوره ثانيه للمسجد، هم حولوا الكنيسه طبعا لما خدوه في عهد الاسترداد، ودي صورة من الاحتفالات بتاعتهم جوه. طبعا كويس، يعني جت بالسيرة السفر لأسبانيا كدكاترة سهل مش صعب. انت لو انت عايز تسافر أي دولة أوروبية انت بتقدم على الشهادة الأجنبية، أي شهادة أجنبية طبعا، ده في كذا شهادة أجنبية ممكن تاخدها، المعادلة الأمريكية، الزمالة البريطانية، في حاجة تانية اسمها الـ MRCP، في حاجة اسمها الـ يعني في حاجات كتيرة جدا، وفي شهادات للتخصص بتاعك. يعني انت تخصصت مثلا نسا، فهتقدم على شهاده اجنبيه في التخصص بتاعك وتاخدها، وبعدها بيبقى ليك الحق ان انت تمارس مهنه الطب في الدول اللي هي بتعترف بالشهاده اللي انت خدتها دي. هو للاسف طبعا الماجستير والدكتوراه بتاعنا غير معترف بيهم في كتير من دول العالم يعني، فانت ايا كان عايز تسافر اي دوله محترمه هتبقى مضطر ان تاخد شهاده اجنبيه. فاسبانيا انت بس هتقدم على الشهاده وتاخدها وتسافر بقى وتشتغل هناك دكتور، وبفتكر وتصور في الجامع وابعت لي الصوره. السفر طبعا لاسبانيا مش هو كويس، السفر لاسبانيا مش هو اسهل طرق السفر. انت يمكن بنعتبر اسهل دوله اوروبيه تلاقيها موجوده دلوقتي طبعا هي المانيا، والمانيا لانه مش بتحتاج اي شهاده اجنبيه خالص، مش عارف بيعترفوا بالماجستير بتاعنا ولا ايه. لا هو مش بيعترفوا بيه، بس مجرد بس هو بيعمل لك امتحان بيتاكد ان انت عندك البيزك نوليدج، بس هو بيهتم اكتر باللغه. فانت لو انت مثلا في بالك حاجه زي كده تبدا تذاكر الماني من دلوقتي، او مش من دلوقتي يعني من قدام كده كام شويه، هتبدأ تذاكر ألماني بحيث إن أنت بعد ما تخلص على طول تقدم على الشهادة، تقدم إن أنت عايز تشتغل هناك، بتبعت لأي مستشفى هناك وتقول لهم إن أنا عايز أشتغل، فيعملوا لك امتحان في اللغة وامتحان بسيط كده في الطب، وبعدين بتسافر هناك وبتاع. وأسبانيا برضه فيها ليها مستقبل كويس،
بس المانيا فيها عجز اطباء فبيبقوا محتاجين دكاتره كتير، وكذلك في تركيا برضو، والاثنين مش تركيا فيها شهاده اجنبيه، فيها شهاده معادله لازم تاخدها من عندهم، لكن المانيا هي اللي مش محتاج فيها شهادات خالص، هي لغه بس، لكن تركيا لغه وشهاده. وامريكا طبعا انت مش محتاج لغه، انت مش محتاج لغه لان احنا بنتعامل مع الانجليش ان هو لغه اولى، خلي بالك. مش انت مش عشان عربي يبقى انت اللغه الاولى بتاعتك عربي، لا، العربي ده لا يحسب في الطب كساينس كعلوم، للاسف الانجليش بقت هي اللغه الاولى. فانا بكلمك على لغه تانية، ان انت بعد ما ذاكرت انجليش وظبطته، يمكن الاهم بالنسبه لنا احنا كدكاتره ان احنا يبقى معانا انجليش كويس، حتى لو انت هتبقى مثلا نص نص في المذاكره هتتعلم، هيبقى نص نص في المذاكره بس هيقبلها منك، هتذاكر الشهاده بتاعته وياخدها مثلا شهاده المعادله او الزماله او اي حاجه هتذاكرها، لكن الانجليش بتاعك كويس خلاص، لكن المذاكره بتاعتك هو بيعمل لك الامتحان وبيظبطه لك. فانت لو تقدر تهتم بالانجليش كيبقى بنفس الديجري بنفس درجه اهتمامك بالمذاكره هتبقى حاجه رائعه جدا. بالعكس انا يسوقني جدا ان انت تلاقي مثلا حد خلاص خلص ولسه الانجليش بتاعه اي كلام. طب انت هتتعلم امتى انجليش لما انت ما اتعلمتش؟ طبعا الانجليش دي حاجه مهمه. كويس، يلا نرجع تاني لمرجعنا. ادي ده طبعا المسجد، مسجد قرطبه، ماشي، ودي ده الصور بتاعتهم. يلا اعاده الله الينا، نصر الله بينا وبيكم الاسلام. خلينا نرجع للكلام المفيد دلوقتي، هنتكلم في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها اوبتيكال ايسوميرزم، ايسو او ايزو بالاس او بالزد، هو الايزو النطق الاساسي بتاع، لكن ايسوميرزم صح برضه. كونفيجريشن انوميريك اند انوميرز الدوز كيتوز ايزومر ابيميريك اند ابيميرز. تعال ناخد عنوان عنوان ونقولهم بالتفصيل. طبعا العناوين دي هي اللي موجوده في كتاب دكتور سعيد، لكن تاني نفس الكلام بالظبط، هو اللي موجود، هتلاقي حتى نفس الديفينيشنز. يعني بالنسبه للبنات انا رعيت لو كان في ديفينيشن مختلف ولا حاجه اجيبه، لكن هو ده نفس الديفينيشنز الموجود في كل الكتب. كونفيجريشن، ايه المركب ده؟ ده جليسرالدهايد. ليه جليسرالدهايد؟ عشان دي الدهايد وده 3 كربون، ده ذا سمبلست كربوهيدرات ايفر، ده ابسط كربوهيدرات خالص، في كربوهيدرات اقصر منه؟ لا. الكربوهيدرات ده وجد ان هو ممكن يبقى بالمنظر ده او بالمنظر ده. ايه ده؟ ده عباره عن الدهايد جروب، الدهايد جروب سي 2 سي 2 سي 3 سي 3، مفيش فرق بينهم غير ان الاو اتش ناحيه اليمين او الاو اتش ناحيه الشمال. انت بتلخبط الكلام وبتزود في الكلام قوي قوي قوي. احنا اتفقنا ان الالدهايد جروب بعد شويه هتبقى الالدينو الجروب، بعد شويه هتبقى الكربونايل جروب، اللي هيبقى عليها او اتش لو كانت ناحيه الشمال تبقى بيتا شوجر، لو كانت ناحيه اليمين تبقى الفا شوجر. خلصنا من الموضوع ده خلاص. انا دلوقتي بكلمك في او اتش تانية خالص، في او اتش موجوده على كربون اللي هي اللي في الوسط دي، اللي هي موجوده في الجليسرالدهايد رقم 2. لو لقيت الاو اتش ناحيه اليمين او لو لقيت الاو اتش ناحيه الشمال، اراوند مين؟ اراوند الاسيمتريك كربون اتوم. الله، هي دي سيمتريك، دي اتنين بوند شبه بعض ودي فيها اتنين بوند شبه بعض، لكن دي الوحيده اللي هتلاقيها اتاتش تو فور ديفرنت جروبز اور اتومز، فوقيها الدهايد، تحتيها سي اتش 2 او اتش، يمينها اتش، شمالها او اتش، شمالها مش زي يمينها، مش زي فوقها، مش زي تحتها، تبقى اسيمتريك كربون اتوم. الاسيمتريك كربون اتوم دي عليها او اتش لو كانت موجوده ناحيه اليمين هسميه دي جليسرالدهايد، ولو كانت موجوده ناحيه الشمال هسميه ال جليسرالدهايد. الله، انت من شويه بتقول لي دي ديكسترو روتاتوري وال ليفو روتاتوري، دي جليسرالدهايد دي كابيتال، عشان هناك كانت دي سمول، عشان كده كنت باكد من شويه ان هي تفرق، وتفرق قوي كمان، ان الدي كابيتال بترمز للكونفيجريشن of the OH around the asymmetric carbon atom، ولو كانت ال L ناحية الشمال يبقى ده ال configuration of the H toward the left side in the asymmetric carbon atom. الله، ايه ده بقى؟ ده جلوكوز، منوز، جلاكتوز، كل واحد فيهم فيه بدل ال asymmetric carbon atom 3 و4 و5 كمان. جلوكوز عشان ال OH كانت ناحية الشمال على 3، ومنوز 2 و3، وجلاكتوز 3 و4. اللي حصل باختصار ان بدل ما بقى فيه 1 اسيمتريك كربون اتوم بقى فيه 4 اسيمتريك كربون اتوم. طب انت هنا كان عندي 2 جليسرالدهايد بنسميهم 2 ايزومر، 2 شبيه ضوئي. ليه 2؟ لان كانت 1 اسيمتريك كربون اتوم، فيبقى الاو اتش مالهاش اختيار غير انها تبقى ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، لكن هنا بقى عندي عدد مهول من الاسيمتريك كربون اتوم، وبالتالي بقى عندي الاو اتش دي ناحيه اليمين ودي ناحيه اليمين، او دي ناحيه اليمين ودي ناحيه اليمين ودي ناحيه الشمال، هتقعد تعمل تباديل وتوافيق مش هتخلص.
هيبقى عندك 4 كربون اتومز، 4 اسيمتريك كربون اتوم، 4 اسيمتريك كربون اتوم، 4 اسيمتريك كربون اتوم، ان ويتش كل واحده عليها او اتش، وكل واحده ليها الحق تبقى ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، وبالتالي 4 وكل واحده عليها او اتش يا تبقى يمين يا تبقى شمال. يبقى عندي 2 في 2 في 2 في 2. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الاسيمتريك كربون اتوم اللي كانت موجوده في المولوكيول 1 اسيمتريك كربون اتوم ان مولوكيول 2 ايزومر، وان لو كان عندي رقم من الاسيمتريك كربون اتوم في مركب تاني هيبقى الايزومرز بتوعه 2 اس 2 عذرا 2 اس ان، لان لما كان عندي 4 قلت لك هيبقى دي قدامها اختيارين ودي قدامها اختيارين ودي قدامها اختيارين ودي قدامها اختيارين، فبقيت 2 في 2 في 2 في 2 يعني 2 اس 4. طب لو كانوا 3 اسيمتريك كربون اتوم كانت هتبقى 2 وكل اسيمتريك كربون اتوم قدامها اختيارين، يبقى 2 اس 3. يبقى انت ال ان هو عدد الاسيمتريك كربون اتوم في المولكيول، و2 اس ان هو الايزومرز اللي ممكن تطلع من هذا المولكيول، وان الجلوكوز باعتبار انه فيه 4 اسيمتريك كربون اتوم هيبقى ليه 16 ايزومر. وان انا لو حبيت ارجع كده واقول لك معلومه في غايه الاهميه، لما كنت انت بتبص على الجليسرالدهايد كنت بقول لك ان دي ال او دي اكوردنج لان دي اسيمتريك كربون اتوم. السؤال المنطقي انهي في دوله هعتبرها ال وانهي هعتبرها دي؟ ما انت كده بقى عندك كل واحده في دوله ممكن تبقى ال وممكن تبقى دي. اتفق ان ده ذا سمبلست شوجر ايفر، ابسط شوجر على الاطلاق، وان ده في 1 اسيمتريك كربون اتوم، وان هذه الاسيمتريك كربون اتوم ما اقدرش اقول لك ان هي رقم 2 او رقم 1، لا دي اللي قبل الاخير. ليه؟ علشان لو انت كنت بتتكلم في كيتوز كنت هتلاقي كربون رقم 2 اوكيوبايد باي ذا كيتون جروب، موجود عليها الكيتون جروب، لكن انا اعتبرت ان الكربون دي ما تعب كان انت بتبص لها من تحت اللي قبل الاخير. علشان كده لما تيجي في الجلوكوز هقول لك ده ال جلوكوز، ال كابيتال مش ال سمول. ليه ال كابيتال؟ علشان ده هو الكربون اللي قبل الاخيره عليها الاو اتش ناحيه الشمال. طب وبقيه الكربونز دول كلهم اسيمتريك؟ اه، وكلهم ليهم الحق ان تبقى الاو اتش ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، موافق، لكن الوحيده فيهم اللي تقدر تتكلم على اساسها ال ان دي جلوكوز هي الكربون اتوم اللي قبل الاخير. بوزيشن اوف او اتش ان دي كربون نيكست تو لاست، مش الاخيره، نيكست تو دي لاست، هي اللي بتديفاين، هي اللي بتعرف لك ال ان دي كونفيجريشن. وتاني بكرر، ال كابيتال او دي كابيتال؟ اصل ممكن يكون الجلوكوز ده ال كابيتال او دي كابيتال، لكنه في الاول وفي الاخر الجلوكوز كله من ناحيه الاوبتيكال اكتيفيتي بيدور الضوء ناحيه اليمين، يبقى الجلوكوز كله دي صح، لكن الجلوكوز في منه ال كونفيجريشن ودي كونفيجريشن، في منه ابمر بتاعه بيبقى ناحيه الليفت سايد او الاو اتش ناحيه الرايت سايد. من شويه قلت لك ان الجلوكوز سايكليك ولا اوبن تشين؟ قلت لي سايكليك. برانوز ولا فيرانوز؟ قلت لي 99% برانوز. قلت لي بيتا ولا الفا؟ قلت لك 63% منه بيتا. هقول لك دي ولا ال؟ معظمه دي، معظمه دي، معظمه دي. انا بكرر تاني، مش نسبه، معظمه دي، معظمه دي في جسمنا، معظمه دي في الثدييات. يعني ايه بقى دي كده؟ وقف الريكورد وارسمها وقول لي ان دي اسيمتريك ودي اسيمتريك ودي اسيمتريك علشان كذا كذا كذا، ولو تقدر تكمل بقيه الرينج تبقى ولد برنس. وقف الريكورد دلوقتي وارسم اوبتيكال ايزومرز. انا كونت الرينج، بعد ما كونت الرينج هتبص على كربون رقم واحد هتلاقيها رخرة بقت اسيمتريك كربون اتوم. ليه؟ علشان عليها 4 جروبز او 4 اتومز، فوقها مش زي تحتها، مش زي يمينها، مش زي شمالها، اسيمتريك. علشان كده هتبص على كربون رقم واحد هتقول لي اسيمتريك، وكربون رقم 3 و4 و5 و2 كلهم اسيمتريك. امال ايه؟ امال ان الاسيمتريك كربون اتوم بتاعت كربون رقم واحد اهي هي اللي كان عليها او اتش اللي انا كنت بقول لك عليها من شويه الفا وبيتا. الله، يعني الفا شوجر وبيتا شوجر ما هو الا شبيه ضوئي لبعض. برافو عليك، صح. يبقى دي اسيمتريك كربون اتوم حواليها او اتش ممكن تكون ناحيه اليمين وناحيه الشمال، بس مش بقول عليها ال ودي، بقول عليها الفا وبيتا. ودي كربون اتوم اسيمتريك عليها او اتش ممكن تكون ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ودي ممكن تكون ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وممكن تكون ناحيه اليمين وناحيه الشمال. اند ذا نيكست تو ذا لاست،
اخر واحده خالص اللي هي دي، هي دي اللي كنت بقول عليها ال كابيتال ودي كابيتال. ليه؟ لان دي اللي هي نيكست تو دي لاست. يبقى انا عندي اسيمتريك كربون اتوم فوق اللي هي كانت جايه من الالدينو جروب، اللي هي كانت جايه من الاكتيف جروب سواء كانت الدوز او كيتوز، دي بنسميها انوميريك كربون اتوم. مش انت قلت لي اسيمتريك؟ ايوه اسيمتريك، لكن الاسيمتريك اللي كان اصلها الدينو الجروب بنسميه انوميريك، واختلاف الاو اتش حواليها اللي هو الايزومر الشبيه الضوئي بتاعها بنسميه الانومر بتاعه. وبالتالي اقول لك ان الالفا جلوكوز والبيتا جلوكوز ما هم الا انومرز اوف ايتش اذر، شبيه ضوئي من بعضهم بسبب اختلاف الاو اتش اراوند الانوميريك كربون. ما تقوليش الاسيمتريك كربون اتوم بقى، انت دلوقتي بقيت كبير، دلوقتي انوميريك كربون. طب وبقيه الاسيمتريك كربون كلهم؟ كلهم اسيمتريك، كلهم اسيمتريك بس اسمهم ابيميريك كربون. وساعتها يبقى الكربونز اللي معايا دول ببص على الاو اتش الاورينتيشن اوف ذا او اتش جنب بعضي واقول ان ده ابيمر لده، يعني الالفا جلوكوز والبيتا جلوكوز انومرز من بعضي، لكن المنوز والجلوكوز ابيمر. الله، المنوز والجلوكوز طلعوا اخوات؟ اه والله المنوز والجلوكوز طلع ما فيش اختلاف ما بينهم غير ان ده شبيه ضوئي لده، اصل الاثنين بالظبط هما هما. لو افترضنا ان الاثنين الفا، يعني هتلاقي ان الاو اتش هنا والاو اتش هنا على 3 زي بعض، لكن اثنين هتلاقي اختلاف بس في 1 او اتش اراوند كربون رقم 2. علشان كده يقول لك ان المنوز از ايبيمر اوف جلوكوز عند سي 2، وان الجلاكتوز از ايبيمر اوف جلوكوز عند سي كام؟ هتقول لي سي 3 شبه بعضهم الاثنين ناحيه الشمال، يبقى عند سي 4. موافق؟ وبالتالي يعني ايه اوبتيكال ايسوميرزم انوميريك كربون اند انومرز ابيميريك كربون اند ابيميرز؟ هتقول ان الاسيمتريك كربون اتوم اند ايزومرز ريزلتس فروم تشينج اوف 1 او اتش اراوند ذم. الانومر والابيمر ما هما الا عباره عن ايه؟ عباره عن الاسيمتريك كربون اتوم والايزومرز الشبيه بتاعه اللي هينشا من تشينج اوف 1 او اتش اراوند ذم. خلي بالك من الكلام، انا بقول 1 او اتش، وبالتالي لما هتبص على الجالاكتوز والمنوز هتلاقي ان في اختلاف ما بينهم في مور ذان 1. ثانيه ما تلخبطنيش، بص كده، المنوز اهو عند سي 2 و3، الجلاكتوز لو انت فاكره كان عند سي 3 و4، وبالتالي الاثنين سي 3 توورد الشمال، لكن لما هتبص عليهم هتلاقي ان هنا ان سي 2 عليها او اتش دي ناحيه اليمين ودي ناحيه الشمال، وسي 4 عليها او اتش دي ناحيه اليمين، وبالتالي الاختلاف بين المنوز والجلاكتوز في مش او اتش واحده، في 2 او اتش ما سمهمش ايزومر تو اتش اذر، لان التعريف بتاعي واضح. الايزومر هو عباره عن ايه؟ هو الناتج من اختلاف 1 او اتش اراوند 1 اسيمتريك كربون اتوم. وضحت؟ وان لو كانت الاسيمتريك كربون اتوم دي اوبتين فروم، جبتها منين؟ اوبتيند فروم اكتيف كربونيل جروب، يبقى اسمها الانوميريك كربون، والايزومر بتاعها اسمه الايزومر، اسمه الانومر. ولو كانت الاسيمتريك كربون دي جاية من other than أي asymmetric carbon atom موجودة جوه المولكيول غير الاسيمتريك كربون اتوم اللي أنا كنت جايبها من الأرضين جروب، other than the anomeric carbon بنسميها الإبيميريك كربون، واختلاف الـ OH حوالينها ينشأ إلى نشوء شبيه ضوئي اسمه الإبيمر بتاعها. تاني، جلوكوز is the epimer of mannose عند سي 2، جلوكوز is the epimer of galactose عند سي 4. انوميريك اند انوميرس يعني ايه انوميريك؟ يعني او اتش الفا اند بيتا. خلاص بقى، يعني نرجع تاني لكلامنا الطبيعي. انوميريك هي ايه؟ هي الاسيمتريك كربون اتوم اللي كان اصلها الاكتيف جروب، والانوميرز هو الايزومر الشبيه الضوئي بتاعه. هتقول لي الاسيمتريك كربون اتوم اللي كان اصلها الالدينو الجروب اللي هي كانت سي 1 كان عليها الاو اتش يا تفضل لتحت اللي هي الالفا يا تفضل لفوق اللي هي البيتا، يبقى انا عندي بيتا جلوكوز والفا جلوكوز. لما بدوب البيتا جلوكوز في 100 جرام بر ديسيليتر وحطه في تيوب طولها 10 سنتيمتر، هلاقي ان الضوء يلف ناحيه اليمين بمقدار 19. لما اجيب الالفا جلوكوز واشوف السبيسيفيك انجل اوف روتيشن بتاعته هلاقيها بوزيتيف 112. انا بتكلم على موضوع تاني خالص، انا عملت ايه؟ انا بتكلم عن حاجه اسمها اوبتيكال اكتيفيتي. يبقى انا دلوقتي بقول لك ايه بقى؟ بقول لك انه الشبيه الضوئي اللي هو الاوبتيكال ايزومرزم، مش معنى انه الاثنين مختلفين ده الفا وده بيتا
انه الاثنين لما تحطهم في نفس البتاع، مش معنى ان الاثنين جلوكوز ده الفا وده بيتا ان الاثنين يبقى ليهم نفس النشاط الضوئي. الالفا جلوكوز له نشاط ضوئي، والبيتا جلوكوز له نشاط ضوئي مختلف في الظروف الموحده اللي اتفقنا عليها. اللي هيحصل ان انا احطهم هما الاثنين مع بعض وادوبهم هما الاثنين سوا، هيحصل المركب ده. هيحصل ايه؟ هيحصل ان الالدهايد جروب او الكيتون جروب هتبقى فري. ازاي؟ مالكش دعوه، مش شغلك، هتبقى فري وخلاص، هترجع كده. وبعدين يتكون الالفا تاني، والالفا بعض منه يتحلل ويكون الالدهايد جروب ويرجع يتكون بيتا. انا بشرحها كده فور فن، لكن هي مش مطلوبه منك. المطلوب منك ان انت تبقى عارف الفا جلوكوز له سبيسيفيك انجل اوف روتيشن 112، والبيتا جلوكوز له سبيسيفيك انجل اوف روتيشن بوزيتيف 19. امتى؟ لما تحط ده وين فريشلي ديسولفد اول ما تدوبه في الميه، وده وين فريشلي ديسولفد اول ما تدوبه في الميه، الاثنين مع بعض كده كده يوم ينشا مركب جديد له سبيسيفيك انجل اوف روتيشن اوف بوزيتيف 52.5، اللي هي السبيسيفيك انجل اوف روتيشن بتاعه الجلوكوز اللي انا قلت لك عليها في الاول. وكاني بقول لك ايه، ان انا لما يبقى معايا ماده ليها نشاط ضوئي وماده ليها نشاط ضوئي، بس دي فيها هيتكون منها فري الدهايد جروب، او دي هيتكون منها فري الدهايد جروب او كيتون جروب، هيؤدي الى تغير تدريجي، تغير تدريجي في الانجل اوف روتيشن، علشان ينشا بانجل اوف روتيشن بينهم هما الاثنين موحده ليهم هما الاثنين لمركب الجلوكوز ككل. التغير التدريجي في الانجل اوف روتيشن بتاع اثنين مركب كل واحد فيهم له اوبتيكال اكتيفيتي بس له فري الدهايد او كيتون جروب اسمه الميوتا روتيشن. Gradual change of a specific rotation of any optically active substance having free aldehyde or ketone group. اللي هي having asymmetric carbon atom, having aldenyl group, having active anomeric carbon. كويس كده؟ Aldose ketose isomer. لما يبقى معايا مركب يشبه المركب التاني بالظبط، غيرش بس ان ده فيه الدوز الدهايد جروب وده فيه كيتون جروب، يبقى الاثنين يعتبروا شبيه من بعضهم، بس فقط ان ده فيه الدهايد جروب وده فيه كيتون جروب. هتقول لي زي الجلوكوز والفركتوز، بص الاثنين هم هما بالظبط كربونه من بعض، غيرش بس ان ده فيه الدهايد وده فيه كيتون جروب. هم دول بس المثال اللي عليك، هو ده بس المثال اللي عليك، ان الجلوكوز هو الايزومر اوف فركتوز. بس انهي ايزومر؟ ده شبيه ضوئي. اه شبيه ضوئي. ازاي يا دكتور؟ علشان في الدهايد وده في كيتون، بنسميه الدوز كيتوز ايزومر، او الاسم الدلع بتاعه حاجه اسمها الستيريو ايزومر. اللي عايز يسجلها يسجلها، هي موجوده في كتاب البنات مش موجوده في كتاب الولاد، بس مش مهم. ستيريو ايزومر مش مهم يعني. كده خلصنا الاكسرسايز، عباره عن 6 وقف الريكورد وحاول تحلهم، ولو حد حلهم مع نفسك عادي مفيش مشاكل. حد عايز يكتب الحل والتعليق بتاعي في كومنت، انا مستعد ان انا اظبطهم مفيش مشاكل. ماشي، وشكر الله لكم جدا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.